الرجل العاقل يبحث عمن تثق به من النساء. لماذا؟ لأن الثقة هي باب الحب العريض، فهو إذن عندما يبحث عن الثقة به إنما يبحث عن الحب. أظن أننا بدأنا نثق بك إلى تلك الكلمتين. فتشت في المعجم عن الكلمتين خصيصا ليستقيم لساني. وكيف كان استعمالك للكلمتين في حوارك مع السائق؟ قلت له: لك 20 ليرة إضافية إذا أوصلتنا البلد بين الغبش والغطش. وكنت تعني العصر؟ تماما. خطأ يا عم بدار، وحمدا لله أن الآنسة سهام قد تلمست مواقع الخطأ في كلامك. كيف؟ الكلمتان صحيحتان، ولكن استعمالك لهما هو غير صحيح. حسن. الغبش قبيل مغيب الشمس بلحظات، والغطش لحظة مغيبها، فهل يصح أن يكون ما بينهما تعبيرا عن العصر؟ كلا. اسمع: الغبش ثم الغطش ثم الغسق ثم العشوة ثم الفحمة ثم الجهمة. ربنا الله، لا أدري أي شيء أنت. هل أنت دائرة معارف بشرية؟ أبدا يا عم بدار، لست بأكثر من مثقف يحسن معرفة لغته الأصيلة معرفة جيدة. ولو حرضتني الآن لأسمعتك عشرات المعاني عن الليل. هيا أسمعني. أظلم الليل، جنح الظلام، أرخى الليل سدولة، ناء بكلكله، أجى وأسجى، عكر واعتكر، دمس وأدمس، جن وأجن. كفى كفى كفى، ربنا الله زادك علما. أراكم غدا في موعدي. أنا في الانتظار. كرريها ثانية. أنا في الانتظار. ربنا الله.